لا يوجد شيء اسمه إعلان الشاطئ واتفاق الشاطئ واتفاق الدوحة وغيره. يوجد اتفاق واحد لا غيره، اتفاق القاهرة الذي أشهر في 4/5/2009. جاء إعلان الدوحة ليحل عقدة من رئيس الوزراء والتأكيد على إجراء الانتخابات كما ورد في اتفاق القاهرة. تم التفاهم والاتفاق على اختيار الرئيس أبو مازن بتكليف الدكتور رامي الحمد الله بتشكيل حكومة التوافق الوطني، وحصل على إجماع وطني من الجميع لأنه أثبت بسنة تولى رئاسة الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية حاز على ثقة الجميع وأثبت كفاءة عالية وحرص كبير على خدمة الشعب الفلسطيني. نحن نجدد الثقة بحكومة التوافق الوطني ونقول نرفض أي محاولة للتشكيك بها والطعن بها كما جاء أو تحميلها مسؤولية العجز من هذا الطرف أو ذاك الطرف. وكنت لا أتوقع أن يوجه الأخ الدكتور خليل الحيي أي نقد لحكومة الدكتور رامي الحمد الله ويحملها مسؤولية هي لا تتحمل مسؤوليتها، وأقصد الأزمة الأخيرة التي حصلت بسبب قضية صرف الرواتب. هنا أريد أن أوضح، أولا لا رجعة للوراء، قطار إنهاء التسوية انطلق، إنهاء الانقسام انطلق، لا تستطيع قوة في الأرض أن توقفه حتى ولو استخدمت قوتها العسكرية. إسرائيل مستنفرة تريد إحباط اتفاق إنهاء الانقسام والخطوات العملية. أقول للإخوة في حماس، الأسلوب الذي اتبعتوه خاطئ ولا أريد أن أصفه بأكثر من ذلك. أولا قضية الرواتب، يجب عدم التدخل في عمل الحكومة تحت أي ظرف. إذا كان للفصائل سواء فتح أو حماس أو الشعبية أو الديمقراطية ملاحظات عليها أن تتجه للأخ الرئيس، لا شأن لها بالحكومة وعمل الحكومة. هذه حكومة الرئيس بعد أن أصدر الرئيس مرسوم بتشكيلها وفق اتفاق التوافق الوطني. وثيقة القاهرة تقول بالنسبة للموظفين والمؤسسات تشكل لجنة من خبراء قانونيين ماليين إداريين يدرسوا واقع المؤسسات وواقع الموظفين وفق القانون ووفق الكفاءة ووفق التضخم الوظيفي اللي أصلاً موجود في قطاع غزة منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية. قلت للأخ هنية أمام الوفدين ونحن ننتظر بالبيان لإنهاء طباعته، قلت له يا خنية غلط بعض التصريحات اللي بتطلع حول الموظفين. لا، اللي كان يدفع لكم اتصلوا به، وسميت قطر بالاسم، سميت قطر بالاسم حتى يستمروا بتقديم الدعم إلى أن تحل المشكلة. لشنو 4 شهور وقت؟ لا يجوز أن يترك موظف بدون راتب أو بدون أنه يجوع، وتبين أنه 9 شهور الموظفين كانوا يعانوا. لذلك وقلت أيضا وسنتعاون معا للاتصال بأشقائنا العرب
من أجل المساعدة في حل الإشكالات وتوفير الغطاء المالي حتى لا يسقط اتفاق المصالحة بسبب المال. وفعلا وإحنا موجودين غادرنا الأخ إسماعيل هنية وعاد بعد قليل، وأنا بعتذر للأخ إسماعيل هنية إن اضطريت أحكي هاي القصة في الإعلام. قال اتصلت بسمو الشيخ تميم في قطر وأكد أن الدعم سيستمر، وطلبت منها 5 مليون دولار لدعم لجنة المصالحة المجتمعية، وحتى ضحكنا وقلنا له لجنة المصالحة بحاجة لميتين 300 مليون، حدا بطلب 5 مليون يا أبو العبد؟ خليك شوي مبحبح ويسامعني بجوز. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com، ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.